ولكل محبي المطبخ والاطباق الطيبه اللي دقتها هلا من شوي باكد لكم انه مش كتير لذيذ، فجربوا تعملوها بالبيت. منتقل على المطبخ مع الشيف حسين. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم أنا محضركم أربع وصفات اللي هن من منتجات تونس فود. بلشنا بالبعض منهم من بداية عالم الصباح، شي صار بالفرن وشي على النار وشي رح نحضره هلا أنا وياكم. طيب اللي صار بالفرن، نحن جبنا عجينة الباف بيستري عم نشوفها قدامنا على الشاشة. عجينة الباف بيستري خليني افرجيكم اياها كمان، هيدي هي عجينة الباف بيستري. رقينا هيدي العجينة، بعد ما رقيناها جبنا قوالب الكب كيك، او فيكم تجيبوا انتم حيلا قوالب او فيكم تسبوهم مثل ما بدكم. جبت انا قوالب الكب كيك حطيتهم بقلب القلب الكب كيك. جبت سمك السالمون، سمك السالمون قطعته. شو حطيت معه؟ حطيت معه بابريكا، حطيت معه اوريجانو، حطيت معه زيت زيتون، وحطينا كمان كزبره يابسه. تبلتهم بهالتتبيله الطيبه، حطيتهم بقليه على النار، قليناهم، اخذنا النكهه الكتير طيبه والنكهه المميزه. قليناهم شوي وجينا على العجينه اللي كنا سكبينا نحن بقوالب الكب كيك. صرت حط بكل قالب كب كيك مع العجينه، حط سالمون. طبعا مشاهدينا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. بعد ما حطيت الكب حطيت السالمون بقلب العجينه، جبت انا بيضه مع شوي من الحليب، خلطتهم مع بعض ودهنت البيض والحليب على العجينه وسكرت كمان العجينه من فوق وفوتها على الفرن على درجه حراره 180. لكن مشاهدينا هيدا سمك السالمون اللي هي بعجينه الباف بيستري من منتجات تونس فود. نيجي للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه عندي قدامي بصل. اوكي لكن مشاهدينا عندنا الوصفه الثانيه لفائف اللحم بعجين كمان بعجينه الباف بيستري، لكن اليوم نحن مستعملين الباف بيستري بوصفتين. هيدي لفائف اللحم بعجين انا حطيت على النار بصل مع لحمه مفرومه خشنه، قليتهم شوي وجبت لهم لوز، حطيت معهم لوز وفلفل اسود. ما خلصت عندي الحشوه، لكن عندنا بصل، عندنا لحمة خشنة، عندنا لوز. رح حط أنا رشة ملح معهم، رح حط رشة فلفل أبيض، ورح نجيب نحن من الجبنة المرهمية، نحط الجبنة المرهمية بهالشكل هيدا. لكن ضفت لهم جبنة مرهمية وبخلطهم كلهم مع بعض. أوكي لكن مشاهدينا خلطتهم مع جبنة مرهمية، شو بيجي بعمل؟ بيجي للعجينة. اوكي طيب نجي للعجينه. هيدي هي العجينه، بمدها شوي بهالشكل هيدا كمان. اوكي لكن مثل ما عم نشوف نحن العجينه قدامنا عم نمدها لحتى نجيب الحشوة نحطها بالعجينة. بس كيف رح نلفها؟ هلا رح خبركم كيف بدنا نلف هالعجينة. اوكي مديناها صارت جاهزة قدامي. رح جيب انا الحشوة، هيدي الحشوة رح حطها بقلب العجينة بهالشكل هيدا. لكن هاي الحشوة البصل مع اللحم الخشنة مع اللوز مع الفلفل الأسود، فلفل أبيض، ملح وكريم تشيز أو جبنة مرهمية. أوكي فيني حط محل اللوز، فيني حط طبعا صنوبر. بلفها بهالشكل مثل عم بلف ساندويش. أوكي لكن لفائف اللحم بعجين عم بتصير جاهزة عنا، بس بدنا نفوتها كمان على الفرن. صارت جاهزة. بجي بقصها بهالشكل هيدا. بجيب الصينية، بحط الصينية قدامي وبلشت قصها أنا بهالشكل مثل ما عم نشوف.
اوكي. الفرن عندي على درجة حرارة 180. طبعا انا محضر كمان بالفرن، صار لازم نشيلهم. اوكي، انا محضر شوي منهم بالفرن طبعا لحتى نفرجيكم اياهم. خلينا نشيلهم لان تحمر وجههم وصاروا جاهزين. وهيدا السالمون، لكن عندي لفائف اللحم بعجين وعندي السالمون. السالمون مثل ما عم نشوفها بيجي بحطهم كمان بهالصينيه بهالشكل هيدا. اوكي، و ندهنها بالبيض والحليب، وكمان برجع بفوتها على الفرن مثل ما خبرتكم على حرارة 180. طبعا عم ندهنها نحن لحتى نعطيها اللون الحلو. اوكي، فوتها على الفرن. الفرن عندنا حرارة 180. هلا باخر فقرة بدنا نلحق تستوي، لان هي بدها حوالي 15 لل 20 دقيقة. هون في عندي البندورة، شو رح احط للبندورة؟ رح اجي ضيف للبندورة. هون نحن عم نحكي على الصلصة للسلاد، عندي بندورة رح ضيف للبندورة ثوم، لكن هيدي صلصة التاكو. عم نحضر نحن صلصة التاكو لأن في عندنا سلطة التاكو. صلصة التاكو حطينا بندورة على النار مع زيت زيتون، أو فيكن تحطوا من زيت النباتي. هيدا الثوم صار جاهز، كمان المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشة. ضفنا الثوم للبندورة، شو راح ضيف؟ راح ضيف كمون، راح نضيف رشة فلفل أبيض، رح نضيف ملح، رح نضيف فلفل اسود، فيني احط كمان شوية مي، بس انا شو رح احط؟ عندي خل، رح نضيف الخل، ورح نضيف سكر الاسمر، لكن هيدي هي صلصة التاكو للسلطة. اوكي، ضفت سكر الاسمر، لكن بندورة، ثوم، سكر أسمر، خل، فلفل أسود، وفلفل أبيض، ورشة ملح، وحطينا رشة كمون. ما بدنا ننسى خل الأبيض. بتركهم هلأ كلهم يغلوا مع بعض. بآخر فقرة رح نشيلهم ونقدمهم مع صحن الصلاد اللي رح نحضره أنا وياكم بعد البريك. خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا. ومنكفي معكم، واخر فقره لليوم بعالم الصباح مع الختام المسك ورشه ملح. لكن مشاهدينا حطينا الصلصه للصحن الصلاد على النار، تركينا لحتى تستوي. انا بهالوقت هي عم تستوي، خلينا نروح نخبركم على الصحن اللي حضرناه او على الطبق اللي حضرناه ببدايه الحلقه، اللي هو تشيز كيك بعجينة التارت من منتجات تونيز فود. أنا رح أحط معها طبعا بسكويت مثل ما خبرتكم. التشيز كيك جبت عجينة التارت، هيدي هي عجينة السابليه. أخذت عجينة السابليه كمان رقيناها وحطيناها بقالب التارت. بعد ما حطيناها بقالب التارت خبزتهم طبعا قبل ما فوتها على الفرن. حطيت معها حطيت معها حمص وفوتها على الفرن على درجة حرارة 180. هاي المقادير كمان عم تمرق قدامنا على الشاشه. رح اجي اخذ البسكوي، انا حط البسكوي على الوجه بهالشكل. لكن مشاهدينا بعد ما شلتها من الفرن حضرت الحشوه. كانت الحشوه هي كريم فريش، خلطتهم لحتى صار عندي كريم شانتيه. ضفت لهم من جبنه المرهميه، ضفنا جبنة مرهمية خلطتهم مع بعض، وحطيت كمان جيلاتين جمدو حطيتهم بالبراد لجمدو، وآخر شي حطيت كراميل على الوجه.
كمان مش غلط اذا حطينا كراميل. وهلا عم بحط على وجهن البسكويت مثل ما عم نشوف. طيب انا رح كمان زينه بهالشكل هيدا. اوكي لكن مشاهدينا هيدا بالنسبه للتشيز كيك بعجينه السابلي من منتجات تونيس فود. اوكي فينا طبعا في عنا كثير من الحشوات نقدر نحشيها حسب ما انتم بترغبوا، لكن نحن اليوم اخترنا هيدي الحشوه. لكن هيدا القالب صار جاهز. اوكي لكن القالب صار جاهز، نجي منكفي باقي الوصفات. هيدي كمان الصلصه بلشت تشرف على نهايتها. بهالوقت شو رح اعمل؟ رح اجيب الخس ورح اجيب الصحن. فيني اجيب من الخس اللولو، وفيني اجيب كمان من الخس الايسبرغ، وفيني اجيب من الخس العربي. انا اخترت خس عربي كمان. فرمنا الخس نحطه بالصحن بهالشكل هيدا. كمان بيجي للفلايفلي، باخذ من الفلايفلي. خلينا نزيد بعد شوي الخس. اوكي اوكي انا بطفي على الصلصه لان كمان صارت جاهزه. هون مشاهدينا الصلصه فينا نحط لها كمان من رب البندوره. طيب باخذ فلايفلي كمان. اوكي كمان بفرم الفلايفلي بهالشكل هيدا. خبزه تاكو فيني احط معه خبزه تاكو، وفيني اجيب انا كمان خبزه تورتيا، او طبعا تورتيا حمصها وحطها معهم، او قلي التورتيا ما عندي اي مشكله. لكن هيدي الفلايفله الخضراء عم نضيفها. بيجي باخذ كمان من الفلايفله الحمراء. طبعا هون نحن مشاهدينا ما تنسوا تغسلوا الخضار كثير منيح وتعقموها قبل ما نستعملها. اوكي كمان بضيف الفلايفله. عندي درة. اوكي لكن عندنا درة، نضيف الدرة لألون. هنجيب معلقة، وبهالوقت أنا وعم جيب معلقة طل وراي بشوف شو صار في عندي بالفرن. لكن بالفرن خلينا نشوفهم سوا. اوكي لكن مثل ما عم بتشوفوا بالفرن كيف بلشوا ياخذوا لون وتركينهم كمان لحتى تستوي العجينه بالكامل. برجع بسكر الفرن وبخليهم كمان حوالي 4-5 دقائق. بجيب الذره اوكي كمان بحط الذره عليها بهالشكل هيدا. اوكي طيب ضفنا ذرة. هون شو عندي؟ عندي كمان من الفاصوليا الحمراء، كمان بنضيف فاصوليا حمراء لهيدي الوصفة. اوكي طيب وفيني كمان ارجع احط الذرة اعملهم بهالشكل هيدا، كمان شكل تاني ما عندي مشكلة. فيني احطهم من الميل التاني كمان شوي. اوكي بضل في عندي جبنة تشادر. هاي جبنة تشادر مبروشة كمان بحطها بهالشكل.
اوكي. هيدي الوصفة صارت جاهزة. هلا هون أنا بدي زين بس للزينة بالزعتر الأخضر. أوكي. بتحط للزينة زعتر أخضر. نضيف الزعتر بهالشكل. كمان بنرجع بنحط على الوجه شوي من الفليفلة ليبين إنه فيها هي فليفلة. كمان. اوكي. هيدي الوصفة كمان صارت جاهزة. لكن هاي وصفتنا جاهزة. بدي احط الصلصة. رولا وينك يا رولا؟ انا عم جرب قد ما في بعد عن الاطباق الشهية لحتى شوي اقدر احترم نفسي وجسدي وما كثير هيك هون رح يطلع حرام. صدقني الدمار كامل متكامل. طب كيف يعني معقول انا احكي مع نفسي هون قدام المشاهدين متشاهدين؟ خلص اوكي. طيب هيدي الصلصه وهون شو فيني اقدم معها؟ هون صار في عندي لكن خبز تورتيا من منتجات تونس فود. الصلصة برجع بيدها كل المشاهدين. نحن الصلصة حطينا على النار. نعم. توم مع زيت زيتون. صح. ليه مخبي وجهك؟ لا عم خبيتهم هن عني. لا رح تاكلي. قولك؟ قولي. بس انت لازم تقلي لا ما تاكلي، لازم انت تدعمني تقلي لازم ادعمك اقول لك كلي يا رولا. طب انا ما تشد كثير. نصيحة ما تشد. ليه؟ لأنه دغري بطبق الموضوع. رح طبق. لكن انا خليني ارجع كفي لكل المشاهدين. نحن حطينا على النار زيت زيتون او فيكم تحطوا زيت نباتي مع ثوم مفروم ناعم. قلينا اول شيء الثوم وزيت الزيتون وحطينا البندوره قليناهم مع بعض. جبنا خل، جبنا سكر، سكر اسمر طبعا نحن عم نحكي. حطينا رشه ملح، فلفل اسود وفلفل ابيض مع رشه كمون والخل الابيض بيعطي نكهه كثير طيبه. خليتهم يغلوا كلهم مع بعض وسكبتهم عندي قدامي بالسوسيرا. هون نحن مشاهدينا فينا نحط من رب البندوره معهم، ما عندي اي مشكله، لكن فيني اقدم او خبز التورتيا او خبز تاكوس مع هيدا سلطه التاكوس، لكن هيدي بالنسبه لسلطه التاكوس خلصناها. طيب نحن وقتنا بلش يخلص تقريبا بعد معنا حوالي 3 دقائق. حضرت لك الصحن. مش الي، لعماد. لعماد؟ ايه. طيب ما قلت لي؟ ما خبرتك؟ تفضل. ليكي هون دغري انا رح اشيل من هون من الصينيه او اتركهم شوي ليبردوا. في عندي بالصينيه الثانيه ابانا. اوكي هول خالصين. وهيدي الصينيه الثانيه عندنا كمان لحتى نشيلهم. شويه احترام بس للمجتمع النفسي وال طيبين هول قولك؟ شو قولك؟ عم بسالك. ديت عشان اخ عشان هيك عم بسالي. طيب هول كمان صاروا جاهزين. انا برجع كمان بعد بدي اسكب. اوكي شو رح اعمل هون؟ هيدي اللي فيها سالمون؟ اللي فيها سالمون. ايوه نقلبها كمان. اوه هيدي فيها كريم فريش وخبار. لا ما فيها كريم فريش. لكن شو بقلبها؟ هلا ما رح تنصحي دوقي. لا 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 مش قدام المتشاهدين ابدا. لا نحن بدنا نعطيهم دعم انه الواحد لازم يهتم بحاله بعد ما يكون عنده بيبي بعد الولاده. بس ما تنسي نحن ليك السالمون جوا عم تتنوق عم تتفرج علينا. قد ايه السالمون كثير مهم؟ قد ايه بالاوميجا 3؟ طب هلا اكلت سالمون انا يعني بلا ما تخليني اولى يعني واعترف اكلت صحن سالمون بس ساده يعني بلا العجين وتشيز. برافو رولا وهذا صحي. بس انه اكلت رجعت هيدي اللحمه بعجين بدنا نروق. بدنا نروق كثير. طيب هون بعد في التارت يا شيف. تارت اوكي خبرتهم عن التارت. خلينا نخبر بعد معنا دقيقه عنا. يلا تفضل خلينا نخبر. بس هون هاي الحشوه هون اللي هي عم نشوفها حطينا نحن على النار بصل مع لحمه خشنه قليناهم مع لوز. بعد ما قليتهم حطيت لهم فلفل اسود شلتهم على جنب. هون نحن مشاهدينا فينا نحط معها كمان
بقدونس، بس البقدونس الناعم بنحطه بعد ما نشيلهم عن النار مع الجبنه المرهميه خلطتهم. جبت عجينه الباف بيستري، مديت عجينه الباف بيستري وحشيتهم ولفيتهم. كيف عم نلف نحن الساندويتش؟ بنفس الطريقه، قطعتهم بهالشكل وفوتهم على الفرن على درجه حراره 180. نجي للسالمون. السالمون كمان انا كنت متبلها، حطيت لها اوريجانو، حطيت لها كزبره يابسه، حطينا كمان من البابريكا، كلهم سوا مع بعض خلطتهم مع زيت الزيتون، تبلتهم، حطيت زيت زيتون بقلايه، قليتهم مع بعض وحضرت هيدي العجينه بهالشكل، حطيتها بقوالب الكب كيك وحطيت بقلبها سالمون. لكن مشاهدينا انا هيك صار فيني ودعكم، لكم الف صحتين، وان شاء الله هول الوصفات من منتوجات تونس فود ويكونوا نالوا اعجابكم. جمعه مباركه للجميع ونهايه اسبوع ممتعه، وبشوفكم نهار الاثنين اذا الله رد. جيب السكينه قص لنعرف نعيش حياتنا ونكمل نهارنا صح. يلا ثانك يو، يعطيك العافيه شيف، برافو. اليوم مبيضه، يعني استقبال كثير حلو، مميز مميز، يعطيك العافيه. نرجع نشوفك اي متى؟ الاثنين اذا الله رد. الاثنين انا حكون معك كمان بيضه. اوعى تنسى. فاذا بنشوفكم نهار بكره بعالم صباح جديد. اكيد انا ما بكون معكم بكره، بكون معكم نهار الاحد والاثنين كمان، فاكيد انطروني. بحبكم كثير وكثير مبسوطه انه رجعت اليوم، وان شاء الله يكون نهاركم كمان حلو وخلوكم ايجابيه. باي باي. يلا شيخ. Just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you now.